السلام عليكم. ان شاء الله هناخد النهارده رسمه جديده، تعليميه رسمه برضو، هناخد حاجه جديده ان شاء الله، وعاوزينكم ما تروحوش اي حته وتابعوا معانا، ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، هنعمل عباره عن دايره، دايره يا جماعه اهي، وبعدين هناخد من الدايره دايره صغيره، هناخد من الدايره صغيره دايره كبيره، خلاص، دايره وسط صغيره كبيره، وبعدين هناخد هنا بيضاوي، وهناخد هنا شكل بيضاوي. خلاص يا جماعه، هنشوف الشكل ده هيدينا ايه. هناخد الجزء اللي احنا عملناه دايره ده، هنمشي على دي كده، هنتك على القلم عشان يبان اهو، وهنيجي من هنا وناخد دي كده ونعمل كده اهو. كده احنا عملنا شعر، هناخد دي كده ودي كده، هنعمل دايرتين هنا، وهنيجي هنا يا جماعه هننزل كده، مش مع الدايره، هننزل كده، وبعدين هناخد دي نطلع بره الدايره كده، ماشي يا جماعة؟ وبعدين هننزل بسنة صغيرة كده، وبعدين هنرجع تاني نكمل الدايرة بتاعتنا، وهناخد ديت بقى من هنا الجزئية دي كده، ومن هنا كده هنروح سايبين زي شكل دايرة تاني جوه الدايرة دي، هنسيب شكل دايرة تاني مفتوحة، ماشي يا جماعة؟ هنيجي على الجزئية دي ونروح عاملين كده، ماشي يا جماعة؟ هنيجي من هنا، هنيجي من هنا هننزل مستقيم كده، وبعدين هننزل كده، وبعدين هنعمل خطين كده اهو، وبعدين هنعمل شكل ايد زي ما احنا هنشوف دلوقتي اهو، وهنا هناخد ايدي، الايد التانية هتبقى قصيرة. احنا اتكلمنا في المناظر تبعها عن البعد والمسافة، عشان تبان ان دي بعيدة هنعملها قصيرة شوية، هنعمل برضو جوانتي تاني اهو، ماشي يا جماعة؟ هنيجي هنا هناخد ديت بشكل خفيف كده، ونروح عاملين عين هنا اهو كده اهو، ونروح عاملين حاجب، والناحية التانية هناخد نص عين، ونروح عاملين برضو حاجب، والجزئية دي يا جماعة نروح عاملين شكل دايرة بيضاوي صغير قوي، ومن هنا هنعمل بق بيضحك، البق اللي بيضحك دايما بيبقى لافف كده، ونروح جايين واخدين دي كده، ماشي يا جماعة؟ وبعدين هنيجي هنا على الدايرة الكبيرة دي، ركزوا معايا الله يبارك لكم، هناخد من هنا شكل زي الهرم كده، وهناخد من هنا برضو شكل تاني زي الهرم، شكل زي الهرم ده هننزل بيه كده، دول جناحين، بعد كده هناخد شبه دايرة صغيرة من هنا، ماشي يا جماعة؟ وبعدين هنقسم الدايرة دي على كذا مرحلة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، هنقفل دي وهنقفل دي. يا جماعة انا مضطر اقول حاجة، الناس اللي بتتفرج عليا، انا بعلم رسم مش برسم عشان واحد يقول ايه انت مش عارف ترسم، انت مش عارف ايه، انا بعلم الرسم بطريقه سهله، انما انا بفضل الله لو هرسمها هتاخد معايا وقت، وانتم مش هتقدروا تتفرجوا على الوقت اللي انا هاخده وهطلعها لكم بسم الله ما شاء الله. فانا بعلم يا جماعه مش برسم. هاجي من هنا اخد الرجل ديت كده، التانيه ديت الرجل من ورا فمش تبقى باينه كده. احنا خلصنا الرسمه، واقفه على التلوين، خليكم معايا اهو كده، احنا خلصنا الرسمة يا جماعة. بصوا يا جماعة، الشعر هو المفروض انا اشتغل بقلم اسود، سامحوني اهو، ده كده يعتبر راسها الشعر بتاعها يعني، دي كده ودي دايرة، دي كده دي دايرة، ده الحاجب، ده الحاجب، هننزل كده، ده البق، دي العينين، دي المناخير،
ده الجسم بتاعها اللي قلنا عليه قبل كده كذا مرة، البودي دوت، الجناح دوت، الجناح الأولاني وده الجناح التاني، ماشي. وده الفاصل بتاع البودي. الرسمه دي نحله، نحله كروكي كرتوني، المفروض انها تتلون اصفر واسود كده. احنا بنحدد يا جماعه الرسمه بتاعتنا، ديت الرجلين يا جماعه اهي، رجل النحله من تحت ورجل النحله الثانيه يا جماعه. دوت رسم كرتوني، كرتوني نحله كرتوني، خلاص. انا بقى المفروض هملى ديت كلها، المفروض ان دي اسود والابيض يبقى اصفر، يعني الجزء اللي انا مش هملاه المفروض ده يبقى اصفر، الجزء اللي انا بملاه يبقى اسود. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، كده البودي بتاعها ظهر، الجناحين اهم ورجلين اهم. السلام عليكم. يا رب تكون الحلقة عجبتكم والرسمة عجبكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتفعيل الجرس، وشكرا لكم جميعا وشكرا لمتابعينا، وربنا يوفقنا جميعا. السلام عليكم.